البشارة أقف عند هذه الثالثة، وهو حسن الخاتمة. من البشارات حسن الخاتمة، حسن القدوم على الحي القيوم إذا حانت وفاته، يسر الله له عملا صالحا يموت عليه، هيأ الله له عملا صالحا يموت عليه. الشيخ ناصر بن راشد المحروقي رحمة الله عليه كان مداوما على الاعتكاف في شهر رمضان في بيت الله الحرام، ثم يبقى بعد ذلك 6 شوال أيضا يصومها ثم يعود. سنوات هو والشيخ عبد الله بن سالم اللزامي رحمة الله تعالى عليهما يتعاونان على هذه العدد، الاعتكاف في شهر رمضان، ويوافقان العيد هناك في الحرم المكي الشريف، ثم بعد 6 من شوال يعودان، عادتهما سنين على هذا الحال. وتوفي الشيخ ناصر رحمة الله عليه في 10 الأواخر من رمضان، ليلة 23 من شهر رمضان، ليلة وترية بعد قيام الليل، وكان معتكفا في شهر رمضان المبارك في البيت الحرام. الشيخ عبد الله بن سالم بكى لموته كثيرا وقال: تمنيت أن أموت كموتة الشيخ، فهيأ الله له أن ألهمه باقتراب أجله، ألهمه أن أجله قد دنا، فكتب رسالة، أنا قرأتها بخط الشيخ، قرأتها لأولاده، كتب رسالة بخطه وقد أطلعوني عليها وهي موجودة، يقول فيها لهم: إلى أبنائي يحيى وسالم وفلان وأحفادي، أود إخباركم بأن لكل بداية نهاية ولكل حي ممات، أو كلام هذا معناه، يخبر أن أجلي قد اقترب، أن موجب رسالتي لكم هذه إخباركم أن أجلي قد دنا، وأود دعوتكم معي الليلة 9 وأرجو أن لا يتخلف منكم أحد. أقول لأحد أبنائه: ماذا قال لكم؟ قال: أوصانا وصية مودع. ثم تناول الغداء قبل رحيله بأيام أيضا يسير، الغداء مع سماحة المفتي ألقاه الله، وودع سماحة الشيخ وقال: الشيخ ادعوا لي فأنا راحل من الدنيا. قال: تدعو لنا الله؟ قال: بل تدعو لنا. قال: لا أن تدعو لنا. قال: لن تدعو لنا. فدعا الشيخ للشيخ، ثم كان ذا اللقاء الأخير، وأخذ صحبته في سيارة خاصة يحثهم في السير، وودع أصحابه من قريات إلى المريمين، يودع أصحاب القدامى كلهم، وأحرم ودخل البيت الحرام، وأمام بيت الله سبحانه وتعالى أخذ استراحة كذا وتناول كأس ما، ثم فاضت روحه إلى الله. الشيخ عبد الله بن سالم اللزامي رحمه الله تبارك وتعالى. الدكتور صالح بن أحمد الصوافي زار الشيخ العلامة سيد بن راشد المعولي رحمة الله عليه، زاره في غيبوبة الموت، فسمعه يقول كلاما، يقول: ذاك الوصف الذي وصف به الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي الجنة كان وصفا حقيقيا. الشيخ محمد إبراهيم كما تعلمون له العبيرية: ألا تلك دار مهرها ترك هذه، يصف الجنة فيها. فالشيخ سيف الراشد إيش يقول في غيبوبته؟ يقول: ذاك الوصف الذي وصف به الشيخ الجنة وصف حقيقي، فإني رأيتها كما وصفها. رأيتها كما وصفها. وكان في غيبوبته يقول: وإن ولي الله في الجنة له ما اشتهته نفسه، وإن الغزالة لتمر بولي الله فينظر إليها وتشتهيها نفسه فتدنو إليه وتنثر لحمها بين يديه، إن اشتهاه مقليا فمقليا، وإن اشتهاه مشويا فمشويا. في الغيب، هذا في غياب غير واعي.
الخاتمة، حسن الخاتمة، أن يميتهم الله على حال الرضا وعلى حال القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك والوقاية من كل المهالك.